السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع نوشن موقع قوي جدا، بحيث انها تنظم لك الافكار، بتنظم لك المهام، بتنظم لك مثلا قائمة الكتب اللي انت قريتها او لسه تقراها. ممكن تعمل قائمة بالمهام بتاعتك، ممكن تعمل مهام معينة، ممكن تعمل قائمة مثلا بالمواقع اللي عجباك وبحب ان انت تزورها. طيب على سبيل المثال، مثلا دي مثلا قائمة بعملها خاصة بالحاجات بالذكاء الاصطناعي، بتعمل ايه والوصف بتاعها واللينك بتاعها واللينك الشرح بتاعي على اليوتيوب. حاجة تانية مثلا دي خاصة بالـ AI، يعني الذكاء الاصطناعي المستخدم في قطاع البناء، بقعد اشرحهم واحدة واحدة كده، تمام، بحيث ان احنا نيجي شرحين كل الحاجات اللي في اخر حاجة في التكنولوجيا الحمد لله على قناة بمقربي. طيب النوشن برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيعمل لك ذكاء اصطناعي، يعني جواه شوية إمكانيات، زي مثلا إن أنت تكتب جملة فهو يبدأ إن هو يعمل لك فقرة عليها أو يعمل لك موضوع كامل عليها، أنت مجرد بس تكتب رأس الموضوع وهو أوتوماتيك بيكون لك يعني أنا عايز أروح رحلة، هو بقى يقترح عليك بعض الحاجات. ممكن مثلا الاجتماع تبدأ تحط الأكشن، الحاجات اللي أنت المفروض هتعملوها في الاجتماع، تمام، ويبدأ إن هو ينظمها لك بالذكاء الصناعي. ممكن تقول له إيه سمرايز، لخص لي دول، فيبدأ يلخص لك اللي حصل في الاجتماع. ممكن تقول له مثلا، ممكن تقول له اسك اي اي، تبدا تسال الذكاء الاصطناعي، هو بدا يضم الذكاء الاصطناعي بشكل رهيب في موضوع معين، فتقول له ايه طب اكتب لي 3 نقط على الموضوع دوت، هو يبدا يكتب لك ال3 نقط، فبيوفر لك وقت كتير جدا في الكتابه، تمام. تقدر تقول له مثلا طب ترجم لي الجمله دي للغه من اللغات، فيبدا ان هو يترجمها لك. فما شاء الله في شوية حاجات حلوة بتسهل عليك، يعني ازاي تستخدم الذكاء الصناعي في توفير الوقت. ممكن تقول له مثلا اكتب لي 100 فكرة، يبدأ يكتب لك اكتب لي 100 مواضيع، طب اكتب لي برومت ينفع ان انا استخدمه عشان اعمل صور معينة في من تكست لإيميج مثلا، ساعدني في كتابة السي في، تمام، في كذا تمبليت اهوت بحيث تشوف ايه الفكره اللي انت بتفكر فيها، تمام. عايز اعمل كتاب مثلا، فيبدا ان هو يساعدك، تقول له مثلا اكتب لي اهم المواضيع، فيكتب لك اهم اسماء الفصول، وانت كل فصل فيهم تبدا تكتب معاه لحد ما تعمله كتاب ان شاء الله باذن الله. فالنوشن من الحاجات القويه جدا، اتمنى ان شاء الله ان تستعينوا بيه في الشغل، لانه فعلا بيوفر وقت كويس. ممكن حتى تعمل ريدنج تراك، تبدا تحط بعض الكتب بعد كده تشوف انت قريته او ما قريتهوش او عجبك، ممكن تحط منه مثلا اقتباسات معينه، تمام. ممكن تستعين بالذكاء الصناعي مثلا لخص لي المواضيع ديت، كتب متشابهه حطهم مع بعض، الكتب بتاعت الذكاء الصناعي اديها لون معين، فيبدا ان هو ينظمهم لك كده بالشكل دوت. ممكن يكون في فقره مثلا حد قال لك ان الفقره دي صعبه، فتقول له ايه طب سهلها لي، اشرحها بشكل سهل، فيبدا ان هو يكتبها لك بشكل اخر، وانت تقول له بس ايه اعمل ريبليس للتكست. في اي موضوع تبدا تعمل الابديت، يبدا ان هو يطور لك المحتوى اللي موجود. هو طبعا في اشكال كتير، يعني ده مثلا ليست، في حاجه تانية بتبقى على شكل مثلا مخطط زمني وهكذا، كل واحده فيهم بتقدر تيجي هنا مثلا على سبيل المثال دي عايز اضيف واحده جديده، فاقول له اد، فيبدا يقول لي طب انت عايز اي اي ساموراي ولا سامري ولا اي اي كي انفورميشن ولا كاستم اوتوفيل ولا ترجمه، تمام. فهو اوتوماتيكي طب انت عايز ترجم انهي جزء، يبدا ان هو ياخد ويترجم اوتو ابديت، تمام، بس الخدمه دي بفلوس، تمام. ففي شويه امكانيات حلوه في الذكاء الاصطناعي بحيث ان هو يساعدك في الجهد بتاعك بدل ما تبذل جهد. ابديت تبدا بقى يشوف الكلام ويبدا ان هو يترجم لك، تمام. فيريس تولز، يعني خد ادوات مختلفه وبدا يترجمها لك للانجليزي، اي حاجه تكتبها هيبدا ان هو يترجمها لك، تمام. فهيوفر عليك وقت كتير قوي، ان انت بدل ما تقعد تترجم او تروح لجوجل هو يترجم لك على طول ان شاء الله.